الحكام النهارده باستبعاد احمد عز وسامه المصري. محكمه القضاء الاداري استبعدتهما من خوض الانتخابات البرلمانيه. هناخد استاذ سمير صبري اللي اقام الدعوه القضائيه او قدم البلاغ. استاذ سمير اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ وائل، اهلا بسعادتك. مساء الخير استاذ ربنا سمير. يبارك فيك. طيب استاذ خلينا اسال اول استاذ سمير، نسال سما الاول. سما اهلا بيكي. اهلا بيك يا استاذ وائل، ازاي؟ اهلا بيك سما. تعاملت ازاي مع حكم المحكمه باستبعادك من خوض الانتخابات؟ والله يا استاذ وائل، زي ما قلت لحضرتك انا كنت عندك قبل كده في لقاء، وقلت ان انا قدمت، دي مش اول مره قدمت الانتخابات. الحقيقه انا قدمت في شهر فبراير وتم الموافقه عليه لان ورقي سليم واسمي نزل في الكشوفات واخدت رمز. لما اتقفل باب واتفتح تاني في شهر 9 قبل ما اجي عند حضرتك، قدمت وتمام واخدت رمز وكل حاجه مع تغيير الدايره. الاستاذ راح طعن عليا في القضاء الاداري، طعن واترفض، وكان الحيثيات ان هو لم ما قدمش مستند رسمي يثبت فيه صحه الواقعه اللي هو بيقولها ان انا ست سيئه اختم زي ما هو شايف بناء على كليباتي. بعد ما اخذ الرفض راح طعن على الرفض في الاداريه العليا. في الاول والاخر راي القضاء وحكم القضاء على عيني وراسي من فوق، محدش يقدر يقول عليه حاجه. بس انا اللي اعرفه قانونا واللي اتقال من ناس قانونيين كتير ان لازم عشان حكم زي كده لازم يبقى عليكي حكم نهائي ان انت ست سيئه السمعه. يا استاذ وائل انا ما تقدمش فيها بلاغ ان انا سيئه السمعه، والاستاذ اللي عندك على التليفون الناحيه الثانيه هو نفسه ما قدمش ضدي بلاغ في الاغاني دي قبل كده. انا اقول ايه؟ طيب حكم القضاء على عيني وراسي من فوق، مش اللي انا اعرفه انا لازم عليا حكم عشان استبعد من الانتخابات بسبب الموضوع ده. بدليل يا استاذ وائل لو احنا هنمشيها كده، ها طبعا ما بعلقش على احكام القضاء، بس ما في واحد من الحزب الوطني نازل معايا في نفس الدايره لا نازله فيها، كان حزب وطني، كان ليه حاجات مش تمام يعني مع واحده في كباريه وبيبوسها وكده. الاستاذ اللي قصادك ده اللي قصاد الناحيه الثانيه برضه ما راحش يقدم فيه طعن ان هو يستبعد بسبب الحاجات دي، لان سوء السمعه ده لازم حكم نهائي بات. انا معليش ولا حتى تحقيق، مش حكم ولا تحقيق. طيب ولا لكن مع ذلك وفقا للمحكمه استبعدتك استنادا الى سوء السمعه، فانت بتقولي سوء السمعه عاوز حكم. انا ما شفتش الحيثيات لحد دلوقتي، احنا ما طلعناش عليها لسه، الحيثيات عايزين نشوفها. لكن انا ما هو مقدم بكده، هو مش مقدم بحاجه ثانيه، هو مقدم ان انا لست ذو ثقه وان انا سيئه السمعه. طب انا يا سيدي سيئه السمعه بناء على ايه؟ انت معاك حكم ما معاش حكم، شويه كليبات. طب الكليبات دي اصلا مش عليها احكام، وكل واحده تعمل كليبات هتروح تقدم هيقول لها لا انت سيئه السمعه، طب بناء على ايه؟ انا عايز افهم بناء على ايه. بس راي القضاء وحكم القضاء على راسي اقول ايه؟ انا مش عارفه. خلينا اسال استاذ سمير صبري في ده. استاذ سمير، سوء السمعه يحتاج الى حكم، بس في كل الاحوال يعني احنا امام حكم. هل حكم المحكمة استند إلى أنه سما المصري سيئة السمعة وبالتالي لا يحق لها خوض الانتخابات؟ طبعا يا أستاذ وائل، المستوى اللي بتتكلم بيه اللي معاك على الناحية الثانية ومش على الناحية الثانية، أنا أرفع بمراحل من أن أنا أهبط لهذا المستوى. نمرة اثنين، حكم المحكمة أرسى قاعدة وصحح خطأ اللجنة العليا للانتخابات في قبول أوراق ترشح الستة اللي على الناحية الثانية دي. ليه؟ لأن المادة 110 من الدستور اشترطت أن يكون المرشح حسن السمعة حتى تقبل أوراقه، وعلى هذا الأساس هي اللجنة الغريب أنها رفضت أحمد عز ووافقت على أوراق السيدة اللي على الناحية الثانية دي. طيب حضرتك، رغم ان الاثنين ما شاء الله في السمعه، نيجي نتكلم عن الحكم. الحكم قال ايه يا استاذ وائل تحديدا؟ ان سوء السمعه لا يشترط فيه حكما جنائيا على الاطلاق، بل للمحكمه ان تستشف سوء السمعه بما يقدم اليها من اوراق ومن دلالات. والمحكمه ترى إن مقاطع الفيديو التي رأتها واطلعت عليها المحكمة أثبتت يقينا سوء سمعة المطعون ضدها. ده حكم نهائي، وحكم نهائي بات، لا يجوز الطعن عليه، لأن الست اللي هناك في الناحية الثانية
لما دخل خلاص بقى انت واخد حكم بقى، يعني انت تحدث بتواضع المنتصر، لو جاز لنا ان نصفك بمنتصر. انا مش اول حكم اخده يا فندم، انا مش اول حكم اخده وانا متواضع جدا. طيب انا استغربت من اللغه اللي هي بتتكلم بيها، بتتكلم على الناحيه الثانيه. ايه الفيديوهات اللي انت قدمتها؟ يعني انت بتقول المحكمه شافت الفيديو بتاع، قدمت الفيديو بتاع الـ يا احمد الشيخ شب الصباع بما فيه من ملابس داخليه. قدمت الفيديو بتاع ام احمد بتاع مرتضى منصور والقصة ام احمد بالكامل، وانا ارفع من ان انا اقولها دلوقتي. انا قدمتها. قدمت الورق بتاع جمعيه ناس مصر اللي تلم منهم فلوس وتم النصب عليهم ولم يتم تسليمهم اراضي، وده بكره هيبقى بلاغ في النيابه، والجمعيه كلها كانت عندي. قدمت. طب وايه علاقة سامة بالجمعية دي؟ هي المؤسسة. قدمت للمحكمة كذلك برنامج سوستة اللي قالت فيه أنا أحب معرفش الانحطاط ولا حاجة زي كده والمشي على حاجة، قالت كلمة كده أنا لا أذكر هذه الألفاظ. سوستة يعني. إيه؟ البرنامج اسمه سوستة. أي يا فندم، كان بيزاح في رمضان. طيب. وقدمت الحلقة اللي بتقول انها حربة الاخوان وقفت ضد الاخوان، قدمت الحلقة بتاعت محمد البرادعي بما فيها من الفاظ واسفاف انا قدمته للمحكمة. قدمت للمحكمة كذلك اللي هي بتقول لك هو ده كان فين ايام الاخوان، قدمت للمحكمة ان انا من يوم اتنين من دخول محمد مرسي قصر الاتحادية وانا بتصارع معه، بس حضرتك تعلم والكفه يعلمون ان طيب. العدو الاول للاخوان. خلينا اسال سما، بيقول المحكمه قالت لا، قالت استندت في حكمها لسوء السمعه وقالت انه سوء السمعه مش محتاج حكم قضائي، يمكن للمحكمه انها تستشف ذلك من خلال ما يقدم لها من مستندات وادله، وهو قدم فيديوهات اللي هي الفيديوهات اللي عددها دي. بص يا استاذ وائل، هو الاستاذ بيستند، بس انا عايزاه بالراحه على نفسه بس اصل يحصل له حاجه، هو راجل كبير. هو بيستند على الماده، بيقول الماده 110 من الدستور. الماده 110 من الدستور بتقول لا يجوز اسقاط عضويه احد الاعضاء الا اذا فقد الثقه والاعتبار او احد شروط العضويه اللي انتخب على اساسها. احد الاعضاء، انا ما بقتش عضوه عشان يتكلم كده، ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضويه من مجلس النواب باغلبيه ثلثي اعضائه. هو بيتكلم في ماده اصلا مش ليا، لكن هو مظبوط ان المحكمه من حقها انها لو شافت في اللي قدامها ده بناء على حاجه اتقدمت ان هو سيء السمعه. بس فين حلق انا بقى يا استاذ وائل في الدفاع؟ مش لازم انا اطلع على الحاجات دي عشان اقدر اقدم دفوعي، ولا هو يقدم وانا اول حاجات اللي عمال يقولها دي بقولها ما قالهاش قدام المحكمه، كل حاجه متسجله. بالنسبه لجمعيه ناس مصر اللي هو عايز يروح يعمل بها بلاغ، اتفضل حضرتك روح اعمل بلاغ. احنا عملنا الجمعيه دي وبعد ما اتعملت في يومين او بثلاث ايام انا نفسي قدمت استقالتي، وعندي الاستقاله اللي موجوده ان انا قدمتها، يبقى انا ماليش علاقه. روح بقى شوف مين اللي لم الفلوس من الناس، بلاش يدخل الدنيا بس في بعض عشان يكبر المواضيع حوالين نفسه. بقول ده مش اول حكم اخده. لا يا استاذ، ده اول ده حكم تاخده عليا، ولسه انا هشوف حيثيات الحكم عشان اشوف انا هعرف إيه اعمل ايه. هو الحكم نهائي يا استاذ سمير ولا في طعن؟ الحكم نهائي بات فيما يتعلق بانها بتقول الكلام ده ما تعرفوش وما شفتوش. هي كانت حاضره بنفسها الجلسه وكانت واقفه جنبي وتقدم الكلام في حضورها وفي مواجهتها، ومن وهي تعلم الكلام ده كله، وانا قلته على المنصه قدام محاميها. طيب استاذ سمير، هي يعني في البعض تاني ممكن يقول طيب ما احنا عندنا اكثر من مرشح سيء السمعه، وسوء السمعة بياخد أشكال مختلفة. هي بتقول إنه اللي بينافسها في الدايرة له سي دي شهير يتم ترويجه يعني مع إحدى السيدات، وكانت الواقعة بمثابة فضيحة يعني، ومع ذلك لم يتم استبعاده. كانت تقاضي، هي ليه ما راحتش قضيتها؟ مش عندها المعلومات دي؟ ما تروح تقاضي، ولا عشان الاثنين متعورين؟ الاثنين متعورين. يس. سما بيقول لك انتوا الاثنين متعورين، ولو عايزه تقاضيه روحي قاضي منافسك الانتخابي واسقطيه بحكم محكمه.
لا والله اللي متعور هو عارف مين اللي متعور بالحصان مش انا خالص. انت فاهم غلط، انت فاهم التعبير غلط على فكره. اولا هو لما كان قدام المحكمه الاستاذ طعن بحاجتين وكله متسجل بالكلمه اللي كانت معايا انا وطوني خليفه بتاعت مصر جابت نجيب محفوظ في الادب دي وبتاع ده، شطبت من نقابه الموسيقيين ودي احنا قدمنا الدفاع بتاعتنا فيها ورينا له ان احنا رافعين جنح على الناس اللي عملت الحاجات دي كلها. ماشي حكايه متعورين ومش متعورين، انا ما اروحش ارفع على حد، مش انت متخصص حضرتك في البلاغات ومتخصص انت تروح ترفع على واحده شافها سيئه السمعه؟ طب ما في واحد متقدم معايا في نفس الدايره وظهر ليه فيديوهات، ما رحتش ليه بقى قدمت فيه؟ ولا ده ما بيسيئش للدايره بتاعتك؟ انت شايفني ان انا اللي بسيء للدايره بتاعتك؟ يعني هي هنا يا استاذ سمير بالنسبه لدايرتك الانتخابيه يعني فيها واحد، هي بتقول لك فيها الشخص ده زي ما قدمت ضدها كان يجب ان تقدم ضده يعني. يا فندم انا هي مش هتنقي اقدم ايه واعمل ايه، انا قدمت الطعن بتاعي ضدها لان اللي بتحكي فيه ده ما عنديش فكره بيه خالص، ان هو ما اعرفش ايه وملاهي ومش، والله ما اعرف الكلام ده ولا شفته، انما كلامها هي على التلفزيونات وعلى الشاشات وفي اليوتيوب وفي الهم اللي احنا عايشين فيه ده دلوقتي. طيب سما في تعليق اخير، المحكمه واضح انها شافت الكليبات بتاعه الاغاني بتاعه الشبشب وبعض الاغاني، والمحكمه استشفت من ذلك وارتأت بذلك انه ده وضع فيه سوء سمعه وبالتالي استبعدتك. يا استاذ وائل انا لسه بقول لحضرتك انا نفسي ما شفتش الحيثيات دي عشان اقدر احكم، في الاول والاخر حكم القضاء على عيني وراسي من فوق، هو قانوني ليه زي ما قلت عند حضرتك يروح يقدم الطعون اللي عايز يقدمها، قدم مره بترفض وقدم مره واتقبل وانا تم استبعادي، انا ما فيش مشكله، بس انا من حقي ان انا اعرف انا استبعدت ليه؟ سوء السمعه حضرتك بتقول سوء السمعه، سوء السمعه بسبب ايه؟ كليبات ده مش حكم يا استاذ وائل، يا استاذ وائل هو ما حضرتك دلوقتي تحكم على فنانه ما بتقدم دور مش عاجبه بتقدر تقول انها سيئه السمعه؟ مش لازم يكون في بلاغ وفي تحقيق وفي نيابه وفي حكم اول وفي حكم ثاني وفي حكم نهائي كده؟ ما هو بيقول المحكمة قالت انه من حقها انها لا تنتظر حكما قضائيا وهي تستشف من هذه الوثائق والأدلة والمستندات والفيديوهات والكليبات سوء السمعة. ايوه يا استاذ وائل، بس من حق المحكمة ان هي، من حقي عند المحكمة انها تطلعني عشان اقدر انا ادافع عن نفسي، هو اللي هو بيقوله ده كله يا استاذ وائل اللي اتسجل قدام المحكمة زي ما قلت لحضرتك مره واثنين وثلاثه كله متصور، كل المواقع مصوراه والقنوات اللي هي ايه؟ الجمله اللي قالتها لطوني خليفه والشطب من النقابه. الجمله دي عشان بس انت قلتي نجيب محفوظ خد نوبل في الادب وانا هاخد نوبل في قله الادب. لا 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 هو كان حوار كوميدي بيني وبين استاذ طوني خليفه من 3 سنين او من سنتين، هو قاعد بيتكلم معايا فبقول له احنا شعب دمنا خفيف بنحب الافيهات، فبقول لي بتحبوا الافيهات يعني بتحبوا الحاجات اللي قله الادب؟ قلت له لا مش بالمعنى قله الادب، بس احنا شعب بنحب القفشه عشان كده اغانيها فيها افيهات فيها قفشات. فقال لي معقوله الشعب اللي جاب نجيب محفوظ في الادب يحب قله الادب؟ قلت له يا سيدي اعتبر مصر جابت نجيب محفوظ في الادب، وحتى انا غلطت في الاول قلت له اعتبر مصر جابت نجيب محفوظ في نوبل، وبعدين رجعت قلت له في الادب وصور مصر في قله الادب بس، وقعدت اضحك معاه قلت له انت عايز اقول لك ايه بس؟ والجمله دي يا استاذ وائل انا استندت ليها انها من فيلم، ما هي اتقالت في فيلم اسمه اولاد بلدنا، يعني هو انا كل واحد هيقول جمله هقوم اجري وراه ده سيء السمعه، واحده تعمل كليب اقوم قالت سيئه السمعه؟ طيب تمام المحكمه قالت على عيني وراسي من فوق، بس انا حقي ان انا اقدم دفاعي على اللي هو قاله، اللي هو هقوله ده ولا ما فيهوش حاجه اصلا من اللي اتقال قدامنا والناس كلها مصوره. طيب